استمرارا للجهود المبذولة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، كشفت وزارة الصحة عن قيامها بزيارات ميدانية لإجراء فحوصات عشوائية لمواطنين ومقيمين في عدد من مناطق البحرين، وذلك حرصا منها على تعزيز الصحة العامة بالمملكة من خلال الجهود الحثيثة التي تقوم بها كوادر وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية والتي تهدف لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. قالت الوزارة إن الفريق الطبي المختص قام اليوم بأخذ العينات العشوائية من مواطنين ومقيمين والبالغ عددها 850 عينة لإجراء الفحوصات المختبرية عن طريق وحدات الفحص المتنقلة والمجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا. وبينت بأن الزيارات العشوائية شملت عالي والحد وسنابس والرفاع وكذلك الجفير، ونوهت الصحة إلى أن هذه الزيارات الميدانية كذلك تتضمن التوعية والإرشاد، وتأتي في إطار واجباتها وجهودها الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، والتأكد من التزامهم بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة، مشيرة إلى استمرارها في التأكيد على المواطنين والمقيمين باتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، مثل ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي وضرورة غسل اليدين باستمرار، مع الحرص على استخدام معقم اليدين دائما. أهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام كذلك بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، والتي منها الخروج من المنزل عند الضرورة فقط، وذلك للاحتياجات المعيشية الضرورية، وعدم التجمع أو الجلوس أمام المنازل وفي الطرقات العامة، والأخذ في الاعتبار أثناء ممارسة الرياضة في الطرقات العامة أن تكون بشكل فردي أو ثنائي، مع مراعاة ترك مسافة كافية بين الأفراد، بجانب الالتزام بالتدابير الوقائية أثناء اللقاءات العائلية والاجتماعية وتعليمات التباعد الاجتماعي في صفوف الانتظار، والحرص على ترك مسافة لا تقل عن متر في مراكز التسوق وأماكن الخدمات العامة. تماشيا مع خطة المملكة لوقاية المجتمع من فيروس كورونا المستجد، تواصل وزارة الصحة أخذ عينات عشوائية في عدد من مناطق مملكة البحرين بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم. فريق طبي مختص ومتكامل يشرف على أخذ العينات العشوائية وإجراء فحوصات، والتي تهدف لضمان صحة وسلامة الجميع باستخدام أفضل وأحدث تقنية الفحص الطبي، حيث قام الكادر الطبي بأخذ عينات عشوائية والبالغ عددها 850 عينة عن طريق وحدات الفحص المتنقلة المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة. هذه الكوادر الطبية أثبتت كفاءتها على التعاطي مع الفيروس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي والحد من انتشاره، بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. هذا وتبذل مملكة البحرين جهودا جبارة عبر المتابعة اليومية والرعاية الطبية اللازمة والمستمرة في تنفيذ أعلى درجات الوقاية، حرصا منهم على تعزيز السلامة العامة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية التي تعمل على مدار الساعة. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.